ينضم إلينا من البصرة مراسلنا هناك مصطفى الشمري. مرحبا بك مصطفى. هناك جلسة طارئة بعد حادثة دهس الطلاب، ما أبرز ما جاء في هذه الجلسة؟ نعم، تحية طيبة لك يا زميلي. كل العزاء والرحمة والمغفرة لعوائل الضحايا الذين سقطوا يوم أمس في الحادثة المؤلم. اليوم يعني اليوم ربما البصرة أعلنت الحداد لمدة 3 أيام، واليوم منذ الصباح الباكر قد قدمت لجنة برئاسة وزير التربية دكتور إبراهيم نامس لأمن محافظة البصرة، وزار عوائل الضحايا واستمع لمطالبهم. اليوم على أثر هذه الحادثة التي حصلت يوم أمس، الآن جاري يعني جلسة مجلس المحافظة عقدت اليوم، وهذه الجلسة لغاية الآن جارية لمناقشة تداعيات هذا الحادث المؤلم، وأيضا الوقوف على الأسباب والمسببات التي حصلت مع يعني الحادثة التي حصلت، وأيضا الذي ذهب ضحيته أكثر من 6 أشخاص لغاية الآن. بالنتيجة اليوم هذه الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس المحافظة حتى يقف على أهم المشاكل وأهم الخروقات التي كانت سببا رئيسيا في مقتل الأطفال. السبب الرئيسي كان هنالك ربما هنالك بحسب المواطنين في منطقة الهارسي كان هنالك مطالبات بإنشاء مجسرات خاصة بنقل الطلاب من جانب إلى آخر. نتيجة اليوم هنالك هذه المطالبات قد أهملت يعني في فترات سابقة، واليوم في هذه الجلسة سوف تناقش وسوف تخرج هذه مخرجات الجلسة إلى أن تكون هنالك ربما إجراءات فورية وبمحاسبة المقصرين في هذه الحادثة. وربما هنالك الحادثة لم تكن فقط حادثة محلية، بل هذه الحادثة توسعت على نطاق أوسع، وهنالك بالسيد رئيس مجلس الوزراء يتابع الحادثة بكل تفاصيل. النتيجة اليوم ذهبت 6 أشخاص الضحايا في هذا الحادث، ونتمنى أن لا تتكرر هذه الحادثة في باقي محافظات العراق وحتى في مدينة البصرة. يجب أن تعالج جميع الخروقات التي سوف تشخص خلال جلسة اليوم في مجلس محافظة البصرة. مصطفى، ما الذي يقوله الأهالي عن تأخر الجهات المعنية أو المختصة ببناء مجسرات نظرا لمواقع المدارس الخطرة، وربما هذه المدرسة التي شهدنا فيها الحادث تدلل على ما نتحدث عنها؟ زميلي، المدارس المتواجدة في شمال البصرة في منطقة الهارسة جميعها تقع على الطريق السريع الذي يربط محافظة البصرة بالمحافظات. هذا الطريق هو طريق خطر جدا، تمر عبره مركبات سريعة لا تتوقف. الأهالي حملوا المسؤولية الكبرى على مدير تربية البصرة، حملوه بمسؤولية كبيرة جدا كون هذه المدارس لغاية الآن هي ذات دوام ثلاثي ودوام رباعي في هذه المناطق، وهذه المدارس هي لا تتحمل أعداد الطلاب، ومدير التربية قد رفعوا الأهالي له مذكرات أكثر من مرة أن يتم بفتح بإنشاء بمخاطبة محافظة البصرة بإنشاء مدارس جديدة حتى ربما يقل الزخم، وحتى هذه المدارس تكون بعيدة عن الطريق السعي، لكن مديرية تربية البصرة لم ترد تجاه هذه الكتب الرسمية. واليوم ما شاهدناه يعني خاصة في جلسة مجلس المحافظة أنه طرد مدير تربية البصرة من الجلسة وعدم السمح له بدخول إلى جلسة المجلس تعبيرا عن الغضب الذي نقل من الأهالي إلى أعضاء مجلس المحافظة. وسوف تنقل رسائل شديدة اللهجة إلى السيد وزير التربية الذي خرج من جلسة المجلس وهو غاضبا جدا ولم يدلي بأي تصريحات صحفية عن الصحفيين. شكرا لك على كل هذه التوضيحات. مراسل التغيير من البصرة مصطفى الشمري.